حياكم الله مجددا في أهل. خلال الأيام الفائتة انتشرت قصة وحكاية ربما تكون من الحكايات النادرة، ولكن اليوم سنعرف تفاصيل هذا الموضوع علميا وطبيا لشخص من منطقة الباحة لم يذق طعم النوم خلال 40 عاما، يعني كما وصف هذا الموضوع وبهذا العدد. ما تفاصيل هذه الحكاية كاملة؟ كيف حدثت؟ إلى أي مرحلة طبية مثلا أو دوائية أو علاجية وصل الموضوع إلى الآن؟ ما التفسير لمثل هذه الحالة؟ وما الحلول التي يمكن أن تكون؟ نريد أن نعرف كل هذه التفاصيل. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيفي من منطقة الباحة الأستاذ سعود الغامدي اللي ينضم إلينا مشكورا، وقبل دعوة البرنامج له كل الشكر والتحية والتقدير. الوالد سعود، أستاذ سعود مساء الخير وشكرا لقبولك دعوة البرنامج وحياك الله في أهلا. الله يمشيكم بالخير، الله يعافيكم. أهلا وسهلا. أيضا اسمحوا لي أن أرحب بالضيف الكريم هنا في الاستوديو الدكتور مانع الشهراني، وهو استشاري طب الأسرة وطب النوم. دكتور مساء الخير، شكرا لقبولك الدعوة. مساء النور، العفو، وسعيد بتواجدي معكم. أهلا وسهلا أستاذ سعود. إذا تسمح لي أبدأ معك، ودنا تشرح لنا الموضوع والحكاية، كيف صارت من البداية وإلى وين واصل الآن؟ والله يعني من البداية فالعمرك يبغى لنا ساعتين أو ساعة ونص. الوقت معك، يعني باختصار وش اللي صار في البداية؟ كيف بدأ معك الموضوع وحسيت أنك ما أنت قادر تنام؟ أنا كنت مشروع في الحرس الوطني، طلعنا المدينة حايد. أنت معي؟ معك. طلعنا لحايل مشروع عسكري، وأنا لي شهرين ثلاثة قبل الشيء هذا قام الجسم عندي ينزل سيم في شيء. وبطن وياي يمكن في مع أمراض في بطنك، اشرب بنزين مربع، كان في ديدان ولا شيء ولا. فعلا شربت البنزين زي ما طلع في المقابلات السابقة. اي شربت البنزين؟ تعبت منه شوية، لكن من ذاك الليل ما نمت. أنت معك؟ أسمعك ومعك، تفضل. أنت ما شربت البنزين من أول ليلة صار النوم من عيني. 23 يوم بلياليها في مدينة حايل. إيه. ورجعنا ما دخل النوم عيني لا ليل ولا نهار. وطال عمرك يوم رجعت الرياض لاني تعبان ومرعب وما ادري وين اروح، مستشفى ولا مستوصف ولا. رحت المستوصف، رحت للمستشفى، رحت، واخر شيء قرروا علي اكتئاب نفسي. اي. وبعدها ما قعد مهديات في مستشفى الحرس الوطني الملك فهد الا ما خذيتها، ما سويت شيء. كلها رهاق وكلها شهر وكلها قلق وتعبت تعب شديد. قعدنا مدة وطلعنا مشروع النجران. قعدت 30 يوم بلياليها ما نمت، معي علاج ولا نفعني. وبعد 30 يوم رجعني القايدة السرية اللي أنا فيها للرياض، ومن حبوب لحبوب ولا لذيذ النوم رياها الحين. أخليت مستشفى ما جيته، ولا خريت قاري ما جيته، المشايخ والطب الشعبي، والحمد لله أنا راضي بحكم الله. إن شاء الله قدامك الصحة والعافية يا رب، وإنه يكون في حلول لهذا الموضوع. لكن بسألك إذا سمحت الأستاذ سعود، لما قلت على 22 اليوم الأولى أو 30 اللي بعدها ما نمت، أنت تتكلم على وقت ما نمت فيه نهائيا ولا كان النوم ما هو بزين؟ ما نمت فيها 22 يوم ما نمت. ورجعت بعدنا يمكن سنتين ثلاث سنة طلعنا النجران معي حبوب من المستشفى. أي تتهدد ولا نومتي 30 ليل
أيامها. طيب وخلال الأربعين سنة هذه أستاذ سعود، يعني أنت تنام بس ساعات قليلة ونوم غير مريح ولا ما في نوم أبداً؟ أخي نوم العافية ما في، أتعب ولا تعبك يمكن آخذ نص ساعة مع المهديات، ما هو بنوم طبيعي، أستعمل المهديات يمكن نص ساعة ربع ساعة اي وأنا أسولف مع نفسي وأنا نايم من على فراشي، أهو جسم في قلبي وكلام وروحه وجيه لين يذن المذن وقمت، وأي صوت برا أسمعه. طيب خلال هذه السنوات، يعني لما يعدي يوم يومين ثلاثه مثلا متواصله وما فيها نوم، تحس بالتعب بالارهاق، انعكاسها عليك على جسدك على اكلك على شربك كيف؟ 22 يوم و30 يوم بالياديه هذه طال عمرك ما نمت نهائيا. طيب تسمح لي استاذ سعود اتكلم شوي مع الدكتور وتسمعنا بعد اذنك؟ تفضل. الله يطول بعمرك دكتور، سمعت اللي يقوله الاستاذ سعود، في حاجتين بسالك. الاولى هو قال انه شرب بنزين ومن بعد البنزين راح يعني طار النوم تماما، في شيء مباشر او علاقه مباشره بين الموضوعين؟ والشيء الثاني المهم اللي ودنا نعرفه، ايش تفسير مثل هذه الحاله؟ طيب بدايه نتمنى للعم سعود الشفاء العاجل باذن الله تعالى. امين يا رب. الكلام اللي اقوله حيكون كلام يعني تفاصيل علميه، يعني عاده لا نتطرق لحاله العم سعود لان ليس من المهنيين نتطرق بحاله لم يتم تقييمها كلينيكيا وعياديا. الكيماويات او التوكسيك ماتيريال اللي تتعرض لها الجسم زيها زي اي مواد عابره زي الكحول، لانها قد يكون لها تاثير مباشر، لكن قد لا يكون لها التاثير هذا مباشر على النوم بحد ذاته. وطبعا هذه حاله عاده تعتبر من الحالات النادره في الطب او الحالات اللي تعتبر حالات فرديه. يعني شرب البنزين عمو كل الناس يشرب بنزين، ولو كل الناس نشوفهم بشكل يومي سواء نحن وزملائنا في الطوارئ بشرب المواد الكيميائيه او الوقود اساسا، فقد يكون هناك تاثير. وفي نفس الوقت لا، ما نقدر ما نستطيع ننفي ما في تاثير مباشر لشرب المواد الكيميائيه على الجسم سواء تاثير مباشر او غير مباشر، لكن في الابحاث العلميه لا يوجد يعني شيء يثبت ان هذا له تاثير مباشر على النوم. قد يؤثر طبعا على طبقات النوم زي الكحول زي اي ادويه ثانيه، نعم صحيح، لكن كتاثير مباشر البنزين كمركب لا يوجد في حد علمي شيء واضح. طيب في هذا الموضوع كيف تفسر حاله الاستاذ سعود اليوم؟ طيب يجب ان نتفق بشكل عام ان مريض الارق بشكل عام لما يقول انا ما انام هو يقصد أن الأعراض اللي يحس فيها متعبة جدا، والأرق من الأمراض المتعبة جسديا وذهنيا. فعلميا الشخص اللي يتعرض لفترة طويلة ما ينام فعلا، نتكلم عن ما ينام حقيقة، احنا ما نعرف هل هو فعلا نام علميا او فسيولوجيا، يعني ما لم يكن هناك اجهزة نوم مرتبطة به مثلا قياس موجات الدماغ وكذلك، ولكن المريض من شدة الاعراض اللي يعاني فيها قد يصف المشهد انه ما ينام اساسا. الارق بحد ذاته انواع متعددة طبعا، من ضمنها ما يسمى بالارق المتناقض، يعني من ضمن انواع الارق اللي هو الارق المتناقض ان الشخص يقول انا ما نمت اساسا، بينما اللي معه في الغرفة زوجته أو قريبة يقول لها فعلا أنت نايم. هذا قد يرجع إلى تفسيرات علمية معينة، لأن مراحل النوم تكون من عدة طبقات اللي هو النوم الخفيف ومن ثم النوم العميق ونوم الأحلام. مرضى الأرق عادة أو في الأغلب أنهم ما يدخلون في النوم العميق أو نوم الأحلام، قد يكون في النوم السطحي أو النوم الخفيف، خصوصا زي ما ذكرنا الأرق المتناقض مثلا على سبيل المثال. بس إذا تسمح لي يا دكتور، الأستاذ سعود قال أنه مرت عليه 30 يوم ما نام نهائيا، بس آخذ المعلومة منه إذا تسمح لي. طيب. أستاذ سعود إذا تسمح لي الله يطول بعمرك، ال 30 يوم اللي تكلمت عنها ما كان فيها نوم نهائيا، يعني لا نص ساعة ولا ساعة، صحيح؟ نعم صحيح، معي قائد الشرية عتيبي اسمه بدر نداء الله يمسيه بالخير، عندما شاف الإرهاق مرة ولا عاد أتحمل ولا حاجة أخذني في سيارة رسمية إلى الشارع العام، ثم ركبني في سيارة توديني الرياض. طيب
تفضل دكتور، وش التفسير لمثل هذه الحالة؟ طبعا احنا لما ناخذ التاريخ المرضي المريض الارق ومريض اضطرابات النوم بشكل عام نحتاج نسمع من المريض نفسه شكواه ونسمع من اللي يشاهدونه اساسا. يعني لما نرجع في التاريخ الماضي او في التاريخ الطبي لاضطرابات النوم، يعني اطول فتره سجلت في التاريخ اللي فتره فتى امريكي تقريبا في عام تقريبا 65، وكانت تحت اشراف طبيب ليثبت فعلا ان الانسان هذا ما نام او ما دخل في فسيولوجيه النوم. قد يكون المريض فعلا ما نام، ولكن العلم او الاوراق العلميه تثبت ان حتى الشخص اللي قاعد فترات طويله ما نام هو فعلا يحس لما نام، ولكن الدماغ يحصل ما يسمى بالمايكرو سليب او غفوات نوم سريعه يحصل فيها الدماغ ليستعيد نشاطه، لان عادة حسب العلم لن يبقى هناك أو مستحيل أن يوصل لفترات طويلة أنه ما نام نهائيا. كم وصل الأمريكي؟ الأمريكي هذا تقريبا 11 يوم و25 ساعة، وكانت تحت إشراف طبي طبعا، تحت إشراف أحد أطباء النوم اللي هو ويليام ديمنت اللي يعتبر الأب الروحي للنوم. بعدها طبعا أخلاقيا منعت هذه الأشياء أنها تسجل، والتجارب الأخلاقية ما تنفع تعمل هذه التجارب على 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 البشر، وبالتالي تضر صحتهم أساسا، فبالتالي بعدها لم يسجل شيء. فنحتاج نسمع من المريض مثلا نفسه ومن المريض اللي يتابع المريض او اللي يراه. ممكن المريض فعلا زي ما ذكرنا انه ما يحس انه نام، يسمع كل شيء من حوله، ولكن لما اللي يصفه يقول لا انا احس اني مغمض عين. طيب، طيب دكتور اذا تسمح لي، يعني الاستاذ سعود يسمعك، يعني ممكن تساله؟ يعني نبغى نوصل بس التفسير، تسمح لنا استاذ سعود، تسمح للدكتور يتكلم معك؟ بس نقطة معينة مهنيا ما يحقنا نحن ناخذ تاريخ مرضي على الإعلام، بالتالي التقييم في سؤال معين تحب تقوله عشان تفسر الموضوع؟ هو التقييم يحتاج إلى تفاصيل صراحة، يحتاج نسمع من المريض، يحتاج ناخذ نمط نومه، يحتاج نسمع من اللي مع المريض، يحتاج ناخذ تفاصيل كاملة. الإعلام أو الواجهة العلمية ليست مكان نحن صراحة ناخذ منه تفاصيل، فيحتاج. وطبعا هو مر على زملاء كثير طبعا، قد تكون هناك عدة عوامل مصاحبة للمرض، سواء نحتاج أعرف حالة المريض ما قبل حالته، وضعه النفسي، وضعه الاجتماعي، جميع العوامل، لأن الأرق له عدة أسباب، قد تكون للمريض لديه عوامل خطورة، قد تكون لديه عوامل تزيد من مشكلته. لكن لكن هل توجد حالة من حالات الأرق يبقى معها المريض يعاني لمدة 40 سنة ما تحل؟ نعم، الأرق مزمن، الأرق ما أحد أشهر اضطرابات المزمن. نعم طبعا، والأرق يرجع إلى أنواع، إذا تكلمنا عن الأرق بحد ذاته بينا ساعات عن نتكلم عن الأرق. طيب أستاذ سعود، أنا ودي تقول لنا يعني وش الأدوية اللي تستخدمها الآن، أو آخر مراجعة طبية وش كان يقولون الأطباء؟ يقولون طال عمرك اكتئاب نفسي ويوم العافية. إيه أسمع لك، نوم العافية فقدته من 40 سنة حتى مع العافية. حتى مع الأدوية؟ حتى مع الأدوية أقعد قلبي مشغول أسولف وأتكلم وهذا وأنا منشدة. وجبي المهديات كذا كذا، يدن المدن وقامت وأنا صاحي وهذا نومي بس. وإذا تسمح لي أستاذ سعود، تقدر تمارس نشاطاتك اليومية يعني بشكل طبيعي؟ إحساسك بنشاط جسمك بال يعني كله طبيعي ولا في مشاكل؟ الحمد لله. أما طال عمرك يمكن 10 سنين 15، لا والله مرهق وتعبان ولا أبغى كلام الناس ولا أجلس في البيت وأتضايق من كل حاجة. أما بعد ما مارست العلاج هذا طال عمرك وهذا، لا والله هتيني كذا زي ما قلت ترويج بي الماديات. طيب دكتور، اليوم الأستاذ سعود راح لأطباء وراح لمستشفيات، يعني شخص بموضوع الاكتئاب النفسي وأخذ أدوية، ومع ذلك ما زالت الحالة موجودة. إذا نبغى نتكلم عن حلول علاجية، طيب وين تنصحه يروح؟ وين مفروض يروح؟ ممكن يكون في حل علاجي أفضل؟ طيب ممتاز، احنا نرجع نتكلم نوضح أن الأرق له عدة أنواع. طبعا الأرق المزمن، نتكلم عن الأرق المزمن اللي زي عند العم سعود الله يشفيه أو عند أغلب المرضى. الأرق ناتج عن عدة أسباب، قد يكون أرق ناتج عن اضطرابات نفسية كاضطراب القلق العام واضطراب الاكتئاب، وهذا عادة من 40 إلى 50%، وزي ما ذكر العم سعود أن الزملاء أو الأطباء النفسيين شخصوه بأن عنده اكتئاب.
فأحد أعراض الاكتئاب اللي هو تأثر النوم. أيه؟ أنت لما تعالج المشكلة تعالج المشكلة من جذورها، وليس نعالج عرض فقط واحد اللي هو النوم. الاكتئاب طبعا مجموعة أعراض ولو تكلم عنه يحتاج لوقت طويل. فإذا كان هناك فعلا بس الاكتئاب، الرجل يعني يشخص، يأخذ الأدوية، يأخذ العلاجات، يراجع المستشفيات، يراجع الأطباء، طب ما زالت مستمرة المشكلة. لا، يجب أن نتفق أن الاكتئاب أيضا من الأمراض المزمنة ويحتاج له إلى خطوات علاجية، وفي أدوية معينة ولها طريقة معينة، من ضمنها التغيير من نوع علاج إلى نوع آخر. قد يكون العلاج هذا مناسبة، ويحتاج كذلك إلى علاج معرفي سلوكي اللي هو العلاج بالجلسات السلوكية تدعم طبعا العلاج الدوائي. طيب خلني أقول لك دكتور كذا حاجة كذا صريحة وأخذ رأيك فيها، هل من الممكن أنه يكون الخطوات العلاجية اللي مر فيها الأستاذ سعود له الصحة والعافية إن شاء الله غير صحيحة، ولا فيها خطأ معين، ولا يحتاج إلى مراكز متقدمة، ولا شيء؟ طبعا ما نقدر نحكم صراحة، ما احنا نعرف من اللي شاف، هل شاف الطبيب نفسي مختص، هل شافه طبيب كذلك يحتاج أن يشوفه طبيب نوم مختص. فإذا كان طبيب مختص متخصص في الطب النفسي، وكذلك إذا كان رأى عندنا يحتاج برضه مشاركة طبيب النوم لعمل دراسات النوم والتأكد من هذه الأشياء، بما لا شك فيه عادة إذا كان مختص الطرق العلاجية غالبا حسب الأدلة العلمية في كل مكان، لكن إحنا ما نعرف من الأطباء اللي شافوه وش المراكز اللي شافوه. طيب أستاذ سعود، مين الأطباء اللي راجعت عندهم وشافوا حالتك، يعني تخصصاتهم إذا تذكرها وحاضرة عندك؟ والله يا أول مرضي فلا أعرف الدكاترة اللي تعالج في مستشفى الملك فهد للحرس الوب، و جامعة الملك عبد الله ما خليت محل، ما رحت، والحين حولوني على مستشفى الاكتئاب النفسي هذا في منطقة الباح، واستعمل من ذا العلاج يحصلني وشفى عند الله. لكن أنا بسأل الدكتور، تفضل، يعني قبل 40 يوم، يعني من 20 سنة، من 15 سنة ما فيه علاج جديد يعلمني فيه؟ تفضل دكتور. ارجع واقول اسال الله ان يشلك الشفاء يا عم سعود، الله يعطيك الصحه والعافيه. لكن زي ما ذكرت احنا ما نعرف تفاصيل الحاله، والعاده الاكتئاب المزمن والاكتئاب المقاوم للادويه ادويته كثيره، والعلم كل يوم يطلع دواء، وادويه خصوصا الاكتئاب متعدده، منها اللي يستخدم للنوع الشديد منها، ومنها النوع المتوسط. فاحنا برضه ارجع واقول يجب ان يقيم عند طبيب نفسي مختص اذا كان فعلا يعاني من ارق، من اكتئاب سبب له مشكله النوم. الاكتئاب طبعا في اكتئاب مقاوم الأدوية لا شك، لكن برضه يوجد هناك خطط علاجية إما دوائية وكذلك العلاج المعرفي السلوكي. في يعني في أدوية متقدمة يعني مع الوقت صارت موجودة اليوم، ممكن إنها تكون مساهمة حتى في معالجة أكبر لموضوع الاكتئاب، لموضوع قلق النوم. نعم، العلم كل يوم متقدم، وكل يوم نسمع عن بعض الأدوية الموجودة، ولعل الزملاء في الطب نفسهم أفضل من إجابة. وين موجودة الأدوية دي؟ موجودة عندنا اليوم في مستشفياتنا، ولا يحتاج إنه يسافر لها، ولا إيش؟ عند الأطباء خصين في الطب النفسي، على توفرها في المنطقه اللي هو فيها او في العياده اللي فيها. طبعا الزملاء في الطب النفسي اللي بيقيمه حيوجه اذا كان هذا الدواء متوفر في المنطقه هذه، اما انه يحتاج الى مركز مرجعي او مستشفى تخصصي توجد فيه الخدمه. طيب استاذ سعود، خلال هذه الأربعين سنه متى كانت الايام او المراحل اللي مثلا حسيت فيها براحه، كانت الادويه جيده، مشت معك الامور بشكل جيد وتحسن النوم، متى كانت؟ ما تعال طال عمرك ما تحسن ولا حاجة من حالته، يعني بنقول يمكن 15 سنة أي أو 10 سنوات، كل العلاجات اللي صرفها مستشفى الملك فهد لا ريحتني مرة، قالوا طال عمرك روح المستشفى في جدة اسمه عرفان، ورحت المستشفى عرفان في جدة صرف لي علاج ولا نفعني، بعدين راجعت مستوصف في الرياض عيادة الدكتور سليمان الصغير، صرف لي علاج وناس معي وقال لا تجنب عن العلاج هذا، أما حق عرفان هذا إدمان كله، أنا بصرف لك علاج، صرف لي علاج الله يذكره بالخير، يعني ها انفكيت من مرض النفس والتوترات وهذا، ومرتاح عليه
وبعدين انقطع ما عاد ورده. طيب رحت للدكتور ممكن يعطيك بديل له؟ دكتور في الرياض وانا في منطقه الباحه في الجنوب ولا هو حولي، وراجعته ثاني مره ولا الله ما افضل علاجه لابو. طيب استاذ سعود، اليوم اذا رحت للدكتور وقلت له يا دكتور تفضل هذه الادويه اللي انا استخدمها وهذه الطريقه اللي انا عايش فيها وهذا كل شيء والى الان ما جابت نتيجه، اذا حكيت معه بهذه الطريقه وش يكون رد الدكتور؟ وش يقول؟ انا رحت بها للدكتور كل العلاجات، قال مستشفى الملك فهد صرف لك ادويه ما تناسب المرض. هذا مين اللي يقولها؟ مين اللي يقولها؟ دكتور سعودي في الرياض. اي من سليمان الصغير، عيادة سليمان الصغير. لكن بصرف لك علاج يمكن يناسب معك. فأخذ معي مقابلة ونشدني عن كل حاجة، والله إني نفعني العلاج حاجة بسيطة وارتحت فيه، لكن ما فيه نوم العافية ذا، لكن مرتاح نفسيا يعني. وبعدين انقطع العلاج هذا. طيب لما انقطع العلاج أستاذ سعود، يعني رجعت لنفس الدكتور وقلت له أني ما عاد لقيت العلاج وأبغى علاج بديل وبنفس الفعالية، ولا ما عاد راجعت الدكتور؟ والله يا أخي قبل يمكن 5 سنين 4 سنين أي راجعت، قال لي شغل في الرياض هناك ورحت له وصرف لي أدوية ولا انفعتني. ولا رجعت للعلاج الأول؟ طيب إذا تسمح لي أستاذ سعود بعد إذنك الله يطول بعمرك ويسمح لي الدكتور بنطلع الفاصل وبعد الفاصل بنكمل، بس قبل الفاصل بنعرض لكم يعني مادة إعلامية صحفية بسيطة، أنه الصحافة كانت متابعة حالة الوالد العم الأستاذ سعود من وقت مبكر، وكان ينشرون أنه مرور 15 سنة إلى 20 سنة على عدم تعافي أو يعني وجود مشكلة النوم معه، بنشوفها أمامكم الآن. واحدة من الحالات اللي يعني ما اعرف انا يعني ماني مختص ما اقدر اقيمها طبيا وعلميا اذا نادرة ولا لا، يمكن نعرف مع الدكتور، بس بعد هذا الفاصل بنروح الى فاصل قصير وبعده بنرجع نكمل حوارنا مع الاستاذ سعود، له كل الشفاء والصحة والعافية يا رب، ومع الدكتور مانع الشهراني. خليكم قريب. حياكم الله مجددا في الجزء الاخير من يا هلا، معي عبر الزوم من الباحه الاستاذ سعود الغامدي، الرجل اللي يشتكي من عدم انتظام النوم يعني لمده 40 سنه، ومعي في الاستوديو الدكتور مانع الشهراني استشاري طب الاسره وطب النوم. استاذ سعود، يعني احنا تقريبا قربنا على نهايه الحلقه في الجزء الاخير، ايش اللي ودك فيه الان؟ يعني ايش الشيء اللي تتمناه ولا تطالب فيه ولا ودك يصير؟ المساحه كلها لك، تفضل. دام فضلك يا أخي، أنا ما أطلب إلا العافية من رب العالمين يا رب، أبغى أدور العلاج عند الله سبحانه وتعالى. أنا ما خليت لا طب شعبي ولا طب علم حتى أقول له الملك عبد الله الله يتجاوز عن واسع رحمته، شكل لي لجنة سعوديين ومصاري الظاهر وخوارج والله ما أدري ريطانيين مدري، وقالوا يا سعود مالك علاج في الخارج. الملك شكلنا لجنة ودرسنا وضعك وخذانا الملف حقك، عيننا وش فيه وشفنا الحقيقة، مرض في اكتئاب نفسي ما له علاج إلا المهديات. هذا الكلام متى؟ ما ادري كم هي السنه هذه، ما ادري ما اعرف التاريخ، لكنها يعني 10 سنوات مثلا 8 سنوات قبل 20 سنه. اي اكدوا لي لجنه من المرحوم له الملك عبد الله
وقال يدوله يلقى له علاج ليها يحول. شكلوا لي لجنة وجيت اللجنة وخذوا الملف من مستشفى الملك فهد ودرسوه 3 أيام. بعد 3 أيام دقوا علي ورحت لهم. اي مستشفى الملك فهد اللي وين؟ اللي في الباحة؟ مستشفى الملك فهد اللي وين؟ في الحرس الوطني. اي الرياض. انت معي؟ معك معك. المستشفى الملك فهد الاول اللي تعالج فيه هو اللي وين؟ اللي في الباحة ولا وين؟ مستشفى الملك فهد اللي وانا كنت عسكري. مو سبت وانا عسكري. اي مستشفى الملك فهد للحرس الوطني. انت معي؟ معك معك، واضح جدا. وقالوا لك بعد تشكيل اللجنة انه ما لك علاج في الخارج. الله، قالوا اللجنة ما لك علاج في الخارج. هذا للدولة الفلانية، والله اني ضيعتهم. وهذا مصر، وهذه ما ادري بريطانيا ولا امريكا، يقولون ما لك علاج في الدول. ومرض كذا يمكن لنا في كثير من الدول. لا لا علاج الا المهديات. طيب أسأل الله لك الشفاء والصحة والعافية يا رب. وإذا في أي أحد من الأطباء المختصين في مثل هذا الموضوع من المراكز من العيادات اللي جالسين يسمعوا هذه الحلقة أو يتابعوها وفي عندهم حل علاجي يقترحونه أو يشوفونه أو حابين أنهم يتواصلوا مع الأستاذ سعود، فيعني أتمنى أنهم يتواصلوا معنا في البرنامج ونواصلهم مباشرة بالأستاذ سعود، وممكن تقترح أي حلول علاجية قادمة له. كل اللي نرجوه الصحة والعافية والسلامة إن شاء الله الأستاذ سعود. أستاذ سعود شكرا جزيلا لك، شكرا لحضورك معنا، شكرا لقبولك دعوتنا وتجاوبك النبيل. دكتور قبل ما أختم معك، الحالة اللي سمعناها بتفاصيل اللي أنت سمعتها، هل يمكن اليوم اعتبارها حالة مرضية نادرة على مستوى العالم ولا هي حالة طبيعية وعادية؟ أول شيء أسأل الله الشفاء للعم سعود وجميع مرضى المسلمين، هذا قبل كل شيء. الشيء الثاني اللي نقطة أخيرة ننبه عليها، أن الأرق الناتج عن مرض الاكتئاب، الاكتئاب مرض مزمن. أيه. يعني العم سعود دائما ملاحظات أنه طبعا ما تلومه، هو في الأخير يعاني، كان يريد شيء ينهي المشكلة من جذورها. أيه. الاكتئاب يعتبر من الأمراض اللي قد تكون مزمنة، زي السكر، زي الضغط، تحتاج متابعة مستمرة، تحتاج فترات علاج طويلة، تحتاج كورسات من علاج قد تختلف من نوع إلى آخر. تحتاج تدخل سلوكي، فهو يعتبر مرض مزمن. استجابة الجسم للعلاج تختلف من شخص إلى آخر. يعني الصبر والمتابعة مع طبيب في فترة معينة، كورس كامل، هذه أهم خطوات العلاج، أهم خطوات نجاح العلاج. الحين لو عالجنا الاكتئاب من جذوره سيتحسن معاذ الله تعالى النوم. لكن قضية أن بعض المرضى يصير خصوصا من اضطرابات النوم عادة تحتاج وقت، الاضطرابات النفسية تحتاج وقت. لما تأتي بعلاج وتبي بكرة عادة يعني ما هو زي الصداع، تأخذ حبة وتخفي. طيب الرجل له 40 سنة يروح ويحاول ويتابع مع أطباء مع كل شيء، يعني عشان كذا نحن ما نعرف تفاصيل حالته، كم جلس مع الطبيب هذا، وش الخطة اللي بدأ عليه هذا، يحتاج إن يعني وفقا للي سمعته تقديرك أنت الشخصي إنها حالة نادرة ولا حالة طبيعية؟ هي ما نقدر نقول عنها حالة نادرة لما عندنا تفاصيل دقيقة عنها، لكن هي حالة أرق ناتج عن اكتئاب، وواضح من التقارير اللي عرضت ومن تاريخ المرض اللي ذكر العم سعود إن الأرق اللي ناتج عنده كان من اكتئاب، والاكتئاب طبعا يؤثر زي ما ذكرنا مرض مزمن يؤثر على النوم. طيب الحل القادم وش هو؟ يعني لو استمر على علاج معين ومتابعة معينة ممكن يوصل لحلول أفضل ولا لا؟ بإذن الله تعالى زي ما ذكرت يرجع، طبعا المريض من حقه أن يأخذ رأي طبي من أكثر من شخص، ولكن أنا أنصح جميع المرضى والمراجعين لما يذهب إلى طبيب عادة أن يأخذ جميع الأدوية التي معه التي سبقت وصرفت له، يأخذ جميع التقارير السابقة بحيث أنه يسهل على الطبيب اللي بيروح له أنه يبدأ معه خطة علاجية جديدة. وعيد وكرر أنه يحتاج له صبر، لأنه عادة سيكون غالبا أنه مرض مزمن. طيب لو حب أنه مثلا يتواصل معك بناء على كلامك أو يأخذ استشارة منك، تقبل وممكن نواصل فيك؟ كل الشكر لك دكتور. أخيرا، هو ذكر أنه مر مثلا بطب شعبي، مر بأشياء كثير، هل ممكن هذه الأشياء تكون مثلا صعبت أو عقدت من الحالة ولا لا ما لها علاقة؟ احنا ما نعرف وش خدم الطب الشعبي، ما احنا نعرف وش أحيانا يقصن خلطات معينة، أعشاب معينة قد تؤثر على فعالية الدواء، قد تؤثر على استجابة الدواء، ما نعرف وش التفاصيل اللي أخذها صراحة. طيب دكتور شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا فيها. هلا، شكرا للدكتور مانع الشهراني استشاري طب الأسرة وطب النوم، شكرا للأستاذ سعود الغامدي. كل اللي نرجوه وأرجو يعني
يعني أن يضم الجميع دعواته إلينا بأن يمن الله بالشفاء والصحة والعافية والقوة والحلول العلاجية على الأستاذ سعود الغامدي، وأنه نستضيفه في مرات قادمة وهو يتمتع بحلول علاجية جيدة وبقدرة أفضل وأجود على النوم. الكلام اللي قلته أرجع أكرره، أنه إذا في أي دكتور من المختصين جالس يسمع هذه الحلقة أو لديه عيادة أو مركز متخصص أو مستشفى متخصص ويعتقد أنه لديه حلول علاجية يمكن أن يساهم فيها في هذا الموضوع، فأرجو أنه يتواصل معنا لنوصل مباشرة بالأستاذ سعود الغامدي أو يتواصل معه مباشرة إذا كان في وسيلة تواصل مباشرة. المهم في الموضوع كله أن تكون هنالك حلول يستطيع أن يجدها هذا الرجل. كل الشفاء والصحة والعافية له ولكل المرضى يا رب. انتهت حلقتنا، غدا يتواصل معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل. تصبحون على خير.